وعايزين نبتدي، تعالى بعد اذن حضرتك نبتدي باللي حصل في الفتره الاخيره، ابتداء من التعاقد مع سوارش، مرورا بظروف وملابسات التوقيت اللي هو تم التعاقد معاه فيه، انتهاء بانهاء التعاقد بالتراضي. شفت ازاي الملف ده الرحله؟ طبعا كان موقف اضطر له النادي الاهلي لما موسيماني طلب يمشي بعد خساره اللقب الافريقي. دي نقطه مهمه جدا الناس لازم تاخد بالها منها. هو يعني سحب نفسه من مسيره الاهلي في توقيت صعب، فالاهلي يعني كان لازم يدور على البديل. كل المدربين مشغولين مع فرقهم المميزين يعني، وبالتالي سواريز ده كان هو المتوفر يعني. متوفر جه في الكادر كده بدون رصيد كافي يشفع له للنادي الاهلي، ده رايي. وربما الاداره كان لها ظروف ثانيه في رؤيتها اختيار سواريز. فطبعا الراجل اللي اشتغل ثلث موسم يعني 17 مباراه يعني، وفي وقت الفرقه مش في احسن حال. خساره لقب افريقيا ده اثر نفسيا كتير، ترتيب متاخر في الدوري، ده كله لا عشان كده انا قلت في البدايه في اكثر من لقاء اللاعبين عليها مسؤوليه اكثر من سواريش في الفتره اللي تولى فيها سواريش المسؤوليه. لازم يكونوا هم اجهز في صحه الفرقه وتحسين ترتيبها والمنافسه. فوجئنا بخساره كاس مصر. ايوه. فبالتالي دي كانت ضربه كمان خاصمة. يعني اجهزت على كل المعنويات. الجماهير كمان اتحملت كتير. صحيح طبعا. اتحملت كتير قوي. طبعا. يعني لقب افريقيا له ظروف خاصه، انما كاس مصر ده كان ضربه صعبه. ويعني انا شايف ان سواريز ما عرفش يكمل لنفسه رصيد في الفتره القصيره اللي هو كان فيها دي، لدى الجماهير ولدى النقاد ولدى الاداره. مش مفروض اتحدث عن الاداره بس بقول يعني توقعي. فانا شايف ان سواريز اتخذ معاه الاجراء الصح وتوجيه شكره له على الفتره 17 مباراه اللي خسر منهم ثلاثه وبطوله كاس مصر، وبركاد احتل المركز الثاني. النقطه الفنيه المهمه انه ما قدرش رغم قرار الاداره بتصعيد الشباب ما قدرش يدي لمحه فنيه في ان اللعيبه دي تبقى كويسه ولا مش كويسه. فزادت حيره الجماهير وزادت حيره النقاد، اللعيبه دي كويسه ولا مش كويسه، بيتابعهم بشكل فني ولا لا. فما شفناش ده في الملعب خصوصا. هو ما كانش جاي بالثقافه دي يعني، هو كان حتى بيقول انا جاي وما عنديش حاجه اسمها لاعب كبير ولاعب صغير، انا هقيم كل اللعيبه وهشوف. بس احنا لا شفنا ده ولا شفنا حتى اداء من اي لاعب مختلف في الفتره اللي كان فيها. اللعيبه كمان انفلتت في الملعب. بمعنى ايه؟ ان كل لاعب بيفكر في نفسه بس، حتى اللي صعدوا حديثا مع الفريق عشان بيفكر في نفسه بس.